شكبينا 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 عليك تشكبينا شكبينا عليك تشكبينا نحكوا على اللي صاير فينا ونقولوا بكل احساس شدنا من عز خوالينا يفرجها خالق الانفاس فرجها خالق الانفاس شكبينا يعني تمزريطة يعني حوسة وتلخبيطة هذا مساكت لي هذا داخل يبيها صليطة هذا يبيها صليطة يا يا شكبينا انا هو اللي كلام مليح انا هو اللي فكري صح تمشوا زي ما لبينا يخلي حكايتكم بح او ماي جاد واحد يبيها بالجو والتاني يبيها هو رايك للوقت ومحلو توا يشكل بقى لهو شكبينا يعني تركيسة يعني حوسة وتلخبيطة هذا مش ساكت لي هذا والاخر يبيها صليطة yeah, yeah. قلت انا يا راتي شنو يا ولاد مش ناس البحر راه الصيف تمبره تي بالله عليك ما بحر يا راجل والايجارات من 250 دينار وانت طالع وحنا احرف من بعضنا تخبطنا على الحيط نص 250 شنو يا راجل تي اول تركينا فاضيه خش نعوموا فيها ونرفع معنا حتى طنو دلاه يا راجل باي بس بنمسو تاي سياره عبدو سياره عبدو شنو مش رفعتها انا وياك للورشه يا راجل لها اسبوع ديما وانت ناس والله اللي نسيتك تصدق حتى انا سيارتي واخذها مني اخوي وانا ما عندي سياره يا ولاد راه تعرفينك انت كعادي صباح خير يا شباب صباح عملون عملون بالله بحداكم السيارة شوية نفط تغير حوايجي ونولي لا لا تمام عملون بدور شيء يا ولاد حصلنا باش بنمشوا بره كل واحد يجيب حوايج البحر نختم عليكم انا فيسح فيسح تنوض انت بنمشوا البحر نوض تعال شاي عشكم مش خاطي عشكم هيك شنو يا ولاد جاوبني يا حاج كعفو بس ولا بارك الله فيها عمي لو تعطينا السياره الحق ايش بعطينا السياره مش شطها منها تمشيت مش شطها منها تمشيت ايه انت كيف ما يجيش بالك الراجل عنده خدمه ولا مشوار ضروري يا راجل خدمه شنو يا راجل 25 سنه ما غابش على الاقل نعطوه يوم عطله وندهروا له بسيارته المهم يكون في علمك انا مش راضي على الموضوع بكره اسمع مش راضي وجو الدراما فكني منه انزل يا اخي ماشي بنغيروا جونا وبنضحكوا بنلعب ورا ايوه بالله يا اولاد ولا ندير بعضنا عشان نديروا جميعنا لك يا ابو يا اخوي وانا عندي جنيه يا اولاد وانا كان عندي فلوس راني روحت في افكم والله يا اولاد انا في دماغي كيفك قصدك ما في شيء لا حول ولا قوة إلا بالله نهدي ما حاصل فيكم تنشوف تنشوف نسمع شوية موسيقى افتح لنا موسيقى يا برو الزوي يبي البحر لا يسكن هذا شنو حكي صباحا من عمره مشيلة تلون عم يميلون راشي 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 شدت يا أولاد شن فيه خليكم في السيارة لا منزل معاك انا خليك في السيارة يا راجل يضربوني منزل معاك تمام يضربك خليك في السيارة حاول القوة إلا بالله ما ينزل تنزل معاك لا لا قاعد ان شاء الله خير ومش زي راي السياره بس الحمد لله يا ولدي ربي كتابه ضبط الصدر عندي مديون
نعطيك في الحاج والله ما عندي بس تغرباها يا سكتي وانتي ورا بعضها مش جاي نعطيك فلوس انا ما نبيك شويه موضوع انا مهم انا مرتي عليك شويه بس شوية بالله لا 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 شوية بالله ولا انا قاطه ما عندنا حتى قرش وش انت جاي تبي مني انا شويه انا في المطب بسويعه بلاش متاخره بدي ساعه 400 ليره اه 400 جنيه صوف صوف الشهر المصروف خمسة وخميس في الساعه طلع في 400 جنيه الله اكبر اللي حسدني ان شاء الله يموت مش بعيد من شدها في جنبه اه باي مش مشكله باي نبو منك خدمه ثانيه شن ثاني نبو جلابي والله نقص غير نعطيك جلابيتي شوف انا حصلت واللي تحصل فيه دبر له ايه. عندي فراشيه اخدم بها في المطب الثاني في العشيه اسمع اتركها لا لا توا حطها تحت الصوت انا ما لقيتنيش تمام حط قصتها ل 400 حفظت وجهك ليه حبك مرات 400 ولا شد برا السياره لا 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 نقعد معك النبي شو بنديرك معايا انا باش ندير قول لي اي حاجه نديرها دير روحك مهبوط روحك مهبوط يا ما هو هناك اي حاجه زعمتك مشلول زعمتك اي حاجه هيك باهي ايه شو هو اول 5 جنيه لي انا يا ودي خلي لا لا يا ولداتي ودي بموت لا يا ولداتي ودي مشلول اقرب الموت بالجوع خلاص ما عادش عنده شو ياكلوا خير ما عادش ما ياخذوا بحد شدت 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 طيبة شو رايك؟ اعرفكم انا يا بروي افتح لنا ميوزك البحر يبي يزور هاي 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 طبعاً في السيارة قال شوية ولا نحكم شوف شو نعكسهم ايه خير يا ولاد وين وين شو فيه شو خيرك شو خيرك هادي زي البلك شو فيه وين ماشي ماشي لي ماطة بدي رجارة ونشو يقشب بالعمو يا راج هيك يطول وكالة من غير بواب هي مصيف عائلي يقول شن عائلي يا راجل العام اللي فات جاي انا امور طيبة فاضي يا راجل صح صح العام اللي فات هذيك اخوي العام هو وقت تشبح فيه خديناه ودرنا مصيف عايل اخوي خلينا نعوم المصيف البحر كله سباب يا اخوي وين شباب عائلات اخوي متشبحش ولا شيني وينهم العائلات هو فاضي البحر خلينا بالله عليك مكان اللي مشونا قلنا عائلات يا راجل ما فيش كيف ما فيهاش كيف تي شويه بنعوم ونروحوا ما فيهاش كيف قلنا لك المصيف عائلي ضروري عائله
لازم عائلة باش نخش هنا. لازم معاك عائلة باش تخش هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا اركب السيارة اركب دونجي. باي باي. وانت بلا عب. في حد في السيارة لقيناه فاضي والبيبان مفتوحات أو قدامك. شو هذا؟ مش عارف. وين كنت؟ وعبد وين؟ روح. كيف روح ما عندهاش حتى قرض؟ أعطيته فلوس. منين الفلوس؟ من الفلوس لمراه. طيب ليش أعطيهم؟ مش قلت لك خليهم عندك ما تعطيهم لي؟ سخفني. ما بردي. وأنتم خيركم جيتوا. أهو يا رازل مول المصيف ما صح وزها يا رازل ما خلى ناس نخصوا وقال المصيف كلها عائلات يا رازل. باش شو بندير؟ والله لا في حل من الأخير، في حد يقدر يديرها إلا أنت. شنو هو الحل؟ مش تبي عائلة؟ جبنا لكم ناي. هادي يمكن. خيرني مش معبي عينك يعطيك فكسة فيها إن شاء الله. سامحينا يا حاجة. حاجة مكبرها في فمك كلمة حاجة. يا خلاص يا راجل قصدي خلاص يا عم. خلاص خش يا أخوي. مية مية. خلاص هاي. برا يا راجل. هيا برا يا عم هيا برا قدامك. دايرها انت وياك. سكر الموسيقى سكر. مش قلنا لكم عائلات دوري معاكم امكم. ارزيني فيكم ان شاء الله. افتحوا لي اغنيه فيروز خلينا نقعمز على البحر شويه ونشموا شويه هواء نظيف. حسني صاحب المصيف هذا منضربه بالحديده اللي بجنبي. السماء علينا الهوى من مفرح الوادي يا هوى. يولاد يولاد صليقه يولاد قصب الدراسة ليك راه نروح راه يا ولاد يا ولاد صريطة يا ولاد بكونا من بصارة راه يا ولاد راه نرويكم راه تعبش واحد منكم نقتل انت وياني تلعب بالقصة وانت حساب روحك هذا مصيف عالي تطلبس الناس وتقلقهم ونمكم ما تلعبوش بالقصة تطلعبوا لي في الغزالة بعدين نلعب لكم في عداد حياتكم وصاحب المصيف هذا جتني منه سماء وماء ديما تصدون انصرف طول المية على الناس ايش تديروا هنا؟ يبرعوا مو بعد الشط. انت مش قلت لكم ضروري معاكم امكم. حول 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 حول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شو اللي بيت نسويه؟ شفتوا هاللي صاير